ازيك يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي ومعاكم جدا من قناه تعالى جودي جدا. النهارده هنعمل فيديو جديد، بس قبل ما نبدا نسال الفيديو ده ال 4000 لايك. انتوا بتتكلموا بسرعه كده ليه؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. احنا مسافرين اليوم المنتظر، مستنينه بقالنا قد ايه؟ بقالنا كتير جدا. تمام، احنا كده طبعا جهزنا معاكم الشنط واخدنا الدفايات دي احتياطي، وجودي طبعا واخده شنطه المعدات، ولبسنا كده واتظبطنا زي ما انتم شايفين. ودلوقتي نازلين رايحين، هنركب العربيه عشان نروح عند الباص اللي هنتجمع كلنا فيه، وبعد كده نروح الايه الرحله بتاعتنا، المسافره السفريات. السفريات ايه؟ انت بتقولي ايه؟ رحله السفاري. هنروح الكامب، والرحله دي بالنسبه لنا هم فرحانين بيها زي رحله المصيف ويمكن ازيد. يعني هم فرحانين بيها ويمكن ازيد، لا في جيوب بس ناحيه فوق شويه. تمام، دلوقتي هنقول بسم الله، توكلنا على الله، وان شاء الله نروح ونيجي بالسلامه. ويلا بينا بقى، كل واحد يجر شنطه. انا هاخد دول دي على قدي. امال انا هجر لوحدي ولا ايه؟ امال انا هجر لوحدي؟ لا يلا بينا، بسم الله. لا عايزه بس بندانك. مين واقف مستني الباص؟ انا. مين واقف؟ وصلوا كده، نشوف العزال بتاعنا. بصوا العزال بتاعنا. مين مبسوط؟ انا جدا جدا. انا انا عايز اقول لكم، احنا اخدنا اوبر الحمد لله رب العالمين. دماغنا كان في صداع، يعني احنا كبنات يعني ممكن نقفل في وسط قد كده صداع. الراجل ما كانش بيقفل بقه مع بابا. الراجل ما كانش بيقفل بقه مع بابا، هو مسك ودان بابا ما سابش ودان بابا لحد ما جينا هنا. بص ودان بابا بقت قد كده والله، مسك ودان بابا، وبابا عمال يعمل له كده. يا عم اسكت يا عم، احنا مش ناقصين صداع. احنا دلوقتي واقفين مستنيين الباص، مبسوطين جدا جدا، وبنقول يا رب خير ونروح ونيجي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله احنا ركبنا الباص، وفي واحده هنا بتتخانق عايزه تقعد جنب الشباك. عايزه اقعد جنبك. طب ما تقعدي جنب الشباك اهو. انا عايزه اقعد جنبك انت. جنب انا؟ انا رايح هي جاي. بصي يا ادم، هي قاعده، بصي عارفه ومركزه في مصلحتها ومش هتتحرك من مكانها. تقعدي كامبي. كان اقعد كامبك؟ ايوه. واسيب القط الصغنن ده؟ سيبي القط الصغنن ده. ما ينفعش يا كوكو. حبيبي. عايزه تقعدي كامبي؟ طب نص الطريق جيبي تقعدي كامبي. ايه رايك؟ وانت نص الطريق تبدلي؟ ها متفقين؟ متفقين. اوكي. مش عايزين تطلعوا سندوتشات؟ طلعي لي انا سندوتش، انا جعانه. حطي هنا الاكل. لا، ما نستخدمش حاجه غير نستخدمها، احنا ناقصين. انت مصاحل مع ماما انت صح؟ احنا بقالنا ساعة ماشيين في الطريق اللي فيه القلال ده، بس احنا يعني اول ما بنوصل الطريق ده بنعرف ان احنا كده قربنا ان شاء الله. بصوا مفيش طريق، هي الحاجات الفخار دي اللي بتقولك ان هو ده الطريق يا فندم. ان شاء الله نوصل بالسلامة. وصلنا بالسلامة. الشيبس طعمه جميل، جو حر ولع. احنا وصلنا بالسلامة، والمفروض ان احنا دلوقتي قاعدين بنفطر. طبعا كل اللي واصل، كل اللي يوصل يقلع، كل اللي يوصل الا انا. احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا بالسلامة. حرانين جدا جدا جدا. اول حاجة هنعملها هي ايوه وجبة الفطار. جميلة جدا، جبنة بيضة ورومي ونستو وشيبسي ومربى وحاجات كتير جدا. تمام، ومعانا مية كتير، وفي هنا برضو مية كتير، يعني بصوا لسه في هنا حاجات كتير جدا. بس يا حاجة حاجة كده، اول حاجة هنفطر وبعد كده نشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا. متفقين؟ ايه يا قلبي؟ اعملي حسابك بعد ما اخلص هخرج اقعد امرجح. ماشي يا سكر، يلا قولي بسم الله. مين اللي وصل؟ اكلنا؟
وخرجنا علشان نتمرجح شويه ونلعب شويه صح، بس الجو صعب قوي ولا كانه عز الصيف بالظبط، ولا كانه عز الصيف، بس مبسوطين. انا عايزه اقول لكم وشكم لونه بامبي بامبي والله. استنى اديكم زقه، يلا مش عارفه هقدر ولا لا لوحدي. اديني زقه يلا. مبسوطه؟ انا كمان مبسوطه. يلا ماما انت قدها. يلا انا خايفه اقول. ما تخافيش، لا خليكي خليكي. حلو حلو حلو. يلا ماشي ماشي ماشي. اتشالدي اتشالدي. انا خائفة انا خائفة. ده انا كده اهو بصي، انا خائفة والله. واقفة هنا اهو اهو، دي رجلي انا وخائفة. بصي تحت حاسة بدوخ. يلا يلا خدتها خلاص خلاص. يلا لا لا لا. طب تعال يا ماما. انا خايفة. ما تبصيش تحت ما تبصيش تحت ما تبصيش تحت. رأيك شايفة خلاص. استنى دوري بقى. حاضر هاجي اخدك بس استنى. خليكي ماشية على خطوتي. مطلعانا ولا مطلعة الجبل؟ والله مطلعاكوا اهو. استنى عشان كنت احط رجلي في الفاضي. ما تبصيش تحت ما تبصيش تحت ما تبصيش تحت. جربي عليا خطوة. ايوه اجروا. على فكرة مرعبة والله مرعبة والله مرعبة. الجبل تحت ايه ده؟ في فراغ. بصوا لا والله مرعبة مرعبة. استني خليكي هنا خليكي خليكي. بصوا استني بس عشان صوت الاغاني هيعلى. بصوا انا مش عارفة انا مش شايفة حاجة. غويطة والله. لا بتخوف بتخوف مش قادرة. بصوا البحيرة جميلة. هنستأذنكم بقى عشان الاغاني هتشتغل وهنطير دلوقتي. احنا فرهدنا وبقى لنا بامبا. معرفش احنا بقى لنا بامبا كده ازاي. انا قاعده في البيت يا جدعان. بصوا جايده بصوا جايده. بصوا استنوا عشان العمود بتاع الخيمه. بصوا انا مش عارفه جايده طالعه ولا لا. بصوا جايده تعالوا نلعب او اكس او اكس. انا فرهدت. انا بقى لوني بامبا انا وجودي صح. احنا دلوقتي عايزين نلعب شويه بس نلعب هنا جوه الخيمه وننتظر بقى الغدا. مش عارفه حاسه عايزه اخر النهار يجي بسرعه. انا عايزه بالليل يجي بسرعه. انا مش بحب الصيف. انا مش بحب الصيف. انا عايزه بالليل يجي بسرعه. انا عايزه بالليل يجي بسرعه عشان الجو. هنلعب لعبه الكوز. الكوز دي زي الكوتشينه كده صح. امسكي بس ايه بس من جوه فيها ايه فيها احكام. اللي بيخسر استني بس اللي بيخسر يعني مثلا ايه امسك اي حاجه كانها مايك لاخر اللعبه. عصايه عصايه نقاش. خليت مفاجاه. بص ايد اللي على شمالك. غني شعبي غني شعبي دي. اوكي ماشي اشتغل. الاحكام. غمض عينك وافتح موبايلك. اصرخ في البلكونه. جايده جايده. الحكم اللي احنا بنعمله. صرخ في البلكونه. طب يلا نلعبها. طب يلا نلعبها. يا بتتلعب بكام؟ ينفع باربعه؟ ينفع باربعه. طب يلا نلعبها. يلا تمام كده. احنا كده قسمناهم. اللي يطلع معاك كوز. استني يا جاي استني يا جودي. استني اللي يطلع معاك كوز ما يفتحش بقه. شفتي حاجه؟ هتقولي هتقولي هنا والله رجعت. وبعد كده وريهم احنا قاعدين فين. استني بص احنا قاعدين فين. احنا قاعدين على حرف الجبل. استني حرف الجبل. احنا قاعدين جودو. احنا قاعدين على حرف الجبل. مبسوط
متحمسين جدا. جيداء عايزه تجيب الطبله وتطبل، مش عارفه، وانا كمان عايزه اجيب الطبله واطبل. روحي قولي له، روحي قولي له هات الطبله. لو ورينا يا سلام. معانا جيده يا جماعه، اللي عايز اي فرح سبوع بصوا قاري فاتحه جوازه كاتب كتاب حنه، جيده موجوده يا جماعه. يلا يا جيده يا ولد، طب ما تدي جودة تجرب، ادي جودة تجرب، خلي بالك عشان تقيله. هتعرفي؟ يلا وريني. لا وريني بس. التاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. انا بقول نديها لعمه بقى ونلعب اكس او بتاعتنا. دلوقتي في واحده بتقول هكسبها عادي، والتانيه بتقول يلا يا ماما. ماشي، طب هنقول بسم الله. هنقول ايه؟ هنقول بسم الله. دي دي العابنا بقى اللي احنا نعرفها. اوكي يلا. ماشي يلا. ايوه انا بعرف اعمل الطبله دي. اوكي يلا بسرعه جيدتي، انجزي. يلا اوكي يلا. ماشي يا جايده. اوكي كل سنه وانت طيبه يا جايده. ماما تكسب، ماما تكسب اكيد، ماما اللي تكسب. طب يلا ها، انت عايزه انهي؟ عايزه انهي؟ خدتي الاصفر؟ ماشي انت، وانا الاخضر. ماشي اهو، يلا اهو. يلا صوت الطبله كانه في ودني. استني، حاسه انك هتضحكي عليا اهو. اوكي يلا. اوعي تكسبي مامتك حبيبتك، اوعي اوعي تكسبي مامتك حبيبتك. تا تا تا، مش عارفه انت هتجيبيها ازاي يا جودي، بس انا شاكه فيكي يا بنتي، والله شاكه فيك انك ممكن تغلبيني. الحمد لله ان انا شفتها، الحمد لله ان انا شفتها، كانت هتغلبني. ها يلا يا جودي صوتي طيبة. قلت لك انا هكسبك على فكرة، ماليش دعوة. عسل. العبي انتوا بقى الاثنين مع بعض عشان انتوا كده كسبتوني، انتوا الاثنين كسب. لا انا كسبت اختك وانا وانت كسبتيني. يلا ماشي. مركزة معايا؟ ركزي براحة الليمون مع ارقى انواع الفن. دلوقتي طب ثانية واحدة، طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. دلوقتي الأكل جه، الأكل إيه؟ المطلوب مننا إننا نتغدى علشان لسه باقي لنا باقي اليوم الأول، صح؟ الفراخ، الوجبة الغداء بتاعتنا فراخ ورز كاري وسلطة، تمام؟ فراخ مشوية. ففي طبقين جم ببرتقان وفي طبقين من غير جم، من غير برتقان. أديك أنا البرتقانة بتاعتي وتاكلي وقولي الحمد لله.
يلا عشان نكمل يومنا. قولي بسم الله. جيدتي قصتك بايظه خالص، مش مشكله، يومنا خلص صح، وبناكل لب وسوداني وفشار، وشغلنا كرتون على الستاند. الفكره الحلوه اللي جودي عملتها، نزلت افلام كرتون كتير وجابت الستاند ده علشان اخر اليوم نقعد نتفرج على كرتون. تعالي اعدلك، تعدلك شعرك، في حاجه واقفه هنا كده شكلها غريب. ايوه كده بقيتي قمر. اليوم كان رائع. فصلنا بمعنى كلمة فصلنا، على فكرة عينيك ابتدت تحمر، وانت كمان برضو عينيك ابتدت تحمر. هنخلص شوية لب سوداني ويكون بنجر خلص، وبعد كده ننام. كده تقريبا يومنا خلص. عايزين نوريهم السليبنج باج، لسه ما فردناهاش. هتاخدي البينك؟ لا انا هاخد الاصفر. وانت هتاخدي الاصفر؟ طب نخلص الاول اللب السوداني وبعد كده نفرش السليبنج باج. اوكي يلا. شفت كل حاجه. جينا هنا نعمل ايه؟ ماشي، هدومنا ايه؟ وشنا، ايدينا، سناننا، ننام على نظافه صح. يلا بينا. طب احنا كده تقريبا يعتبر يومنا خلصان. احنا دخلنا جوه السليبنج باج وهننام، هم بره لسه سهرانين. هنقول لهم ايه؟ يلا تصبحوا على خير.